سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الجامعة في أسبوع يأتيكم من المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، والآن نبدأه بأهم وأبرز العناوين. بالتعاون مع المعهد المصرفي والغرفة التجارية، الأنصاري وعزيز يشهدان احتفالية توزيع جوائز مسابقة رواد الجنوب بالجامعة. جامعة سوهاج تواصل دوراتها التدريبية بمبادرة صنايعية مصر. عزيز يتابع الإنتاجية الزراعية والحيوانية بمزرعة الجامعة بالكوثر. جامعة سوهاج تكرم طلاب الصيدلة الفائزين في المؤتمر البحثي الطلابي الثامن بالمنصورة. قضية محو الأمية في ندوة بتربية سوهاج. رحلة نيلية أثرية للعاملين بالجامعة. الجامعة تختتم دورات برنامج المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي. والآن إليكم النشاط بالتفصيل. بالتعاون مع المعهد المصرفي والغرفة التجارية، الأنصاري وعزيز يشهدان احتفالية توزيع جوائز مسابقة رواد الجنوب بالجامعة. شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة احتفالية أعشام بكرة Shaping the Future، وهي مبادرة وطنية أطلقها المعهد المصرفي المصري تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة. وأضاف عزيز أن اليوم تم تكريم النماذج المتفوقة أصحاب قصص الكفاح والمشروعات الناجحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم المشروعات الفائزة في مسابقة رواد الجنوب. جامعة سوهاج تواصل دوراتها التدريبية بمبادرة صنايعية مصر. تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإعداد فني المساحة، والتي تنفذها الجامعة ضمن سلسلة دورات تدريبية بمبادرة صنايعية مصر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتأهيل وتدريب الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل لخدمة وتنمية المجتمع ورفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية. أقال الدكتور عنتر عبد العال مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي والمشرف على المبادرة أن الدورة تستهدف تأهيل 52 متدرب وتستمر على مدار 3 أسابيع بكلية الهندسة، مشيرا إلى أنه خلال شهر مارس الجاري سيتم تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات متنوعة، وهي تكنولوجيا المعلومات، الحرف اليدوية، التنمية البشرية، إلى جانب دورات تدريبية أخرى خاصة بمجال الديكور والتصميم الداخلي. عزيز يتابع الإنتاجية الزراعية والحيوانية بمزرعة الجامعة بالكوثر. أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية بمزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر، وذلك لمتابعة محصول القمح سوتس 12 المزروع على مساحة 30 فدانا، إلى جانب 24 فدان قمح بني سويف بمزرعة الكلية بالجامعة الجديدة، والمنتظر حصادهم خلال الشهر المقبل. وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد سلمان عميد كلية الزراعة أن الجولة شملت أيضا تفقد محصول العنب المزروع على مساحة 7 أفدنة ومحصول التين على مساحة 4 أفدنة، كما شملت الجولة أيضا تفقد مشتى النباتات الزينة، وشملت الجولة أيضا تفقد عنبر الدواجن وعنبر الأرانب وعددها 3 عنابر، كل عنبر على مساحة 40 متر مربع، وعنبر الأغنام ويحتوي على عدد 335 رأس صنف سوهاجي. بمشاركة 25 جمعية ومؤسسة خيرية، انطلاق مبادرة تشبيك للعمل التطوعي بالجامعة. افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات مبادرة تشبيك، والتي أقيمت بمقر الجامعة الجديدة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة، موضحا أن ذلك يأتي تماشيا مع حملة كن متطوعا التي ستنطلق تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. كلية الآداب تنظم ورشة عمل لتنمية المجتمع باستخدام برنامج سوبر ماب الصيني. نظم قسم الجغرافيا بكلية الآداب ورشة عمل بعنوان تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تنمية المجتمع، وذلك باستخدام البرنامج الصيني سوبر ماب. وفي مستهل كلمته رحب الدكتور أحمد عزيز بضيوف الجامعة، موجها كل الشكر لدولة الصين حكومة وشعبا للتعاون البناء في المجال العلمي والتقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة المجتمع.
قضية محو الأمية في ندوة بكلية التربية. نمت كلية التربية ندوة بعنوان قضية محو الأمية وتعليم الكبار ودور طلاب كلية التربية في مواجهتها، التي نظرتها الكلية بالتعاون مع مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وبالاشتراك مع اتحاد طلاب من أجل مصر. وأكد دكتور خالد عمران عميد الكلية على ضرورة التكاتف والتعاون في كافة القطاعات للمحاولة بقدر الإمكان القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على مستقبل البلد. الهيئة العربية للتصنيع في زيارة للجامعة لبحث سبل التعاون بين الجانبين. اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع وفد الشركة العربية للتصنيع، وذلك لبحث آلية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة سوهاج والهيئة العربية للتصنيع من أجل توفير احتياجات كليتي الهندسة والطب من أجهزة علمية وطبية ومعدات. الجامعة تكرم طلاب الصيدلة الفائزين في المؤتمر البحثي الطلابي الثامن بالمنصورة. كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة طلاب كلية الصيدلة الفائزين بمراكز متقدمة خلال مشاركتهم في فعاليات المؤتمر البحثي الطلابي الثامن الذي أقيم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة. وقال الدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة أن الكلية حصلت على المركزين الرابع والخامس خلال مشاركتها بالمؤتمر. والآن نصل إلى ختام النشرة، في أمان الله.